أنا أحترم طموحاتك وأستمع إليها دائما. هنالك استحقاق قد حصل الرئاسات الثلاثة في العمليات السابقة دائما ما تكون في سلة واحدة أو يسبقها اتفاقات. الآن مر رئيس، وإذا كنتم تقولون أننا ما زلنا متمسكون بأنه ما نفضل طرف على طرف آخر، أنتم فضلتم وتحالفتم، وهذا الذي حصل. الذي ثبت على الموقف هو الاتحاد الوطني الكردستاني. استاذي أرجوك اسمح لي. تفضل. إذا أنا جاي أنت تثبت علي مواقف وتريدني أقول لك نعم صحيح، تتهمني بأشياء، خلي ننهي، أطلع عندك ضيوفك اثنين. أنا إذا أطرح رأيي، إذا ما عجبك كيفك، إذا عجبك قل لي عشت يدك. حبيبي ليش تقولون الأشياء بالمعاكس؟ الواجب النواب في الجلسة الأولى يجلسون يقسمون القسم ينتخبون رئاسة البرلمان. الاتحاد الوطني طلع من الجلسة. أنت تقول لي هم التزموا؟ طلع يا أخي، طلع وطلع الإخوان في الإطار طلعوا. تهمونا إحنا لأنه إحنا التزمنا بما هو مطلوب أنه في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس. شوف أنا ما أتهم أحد. سيد برواري، هذا أرجوكم لا تتهمونا. سيد برواري أتمنى أن تكون هادئ. أولا أنا لم أتهمك، أنا سألت لواقع كان قد حصل، فمن حقك. لا، قريت الواقع خطأ. أنت اللي انسحب من البرلمان قلت التزم، معناها إحنا ما ملتزمين. هذا اللي يا سيد برواري أرجوكم. لا يا سيد برواري، عفش ناس يقولون هذا الذي أنا هذا اللي مو عقلي يا سيدي. أنا لست صاحب رأي. أنا حاورت الأخوة في الاتحاد الديمقراطي الكردستاني كما أحاورك. وعندما سألتهم لماذا انسحبت، وقال كنا على اتفاق، وعندما حصل الإخلال بالاتفاق انسحبنا. هكذا هم شركائكم يقول ولست أنا. عزيزي شوف، أنا مش شيء بالإعلام. لو قايل لي هم يقولون هيجي أنا لا أصير عصبي، لأن أنا ما أطلع من طوري. هاي أجبرتني. أنت حكيت الموضوع وكأنه حقيقة، لهذا انطيني حق أدافع عن موقفي. وأنا أسمعك يا سيد برواري، أنا أسمعك. إيه؟ نعم. أعتذر للضيوف، أنا طولت في موضوع ما لازم أدخل. لا كمل فكرتك سيد برواري. إحنا اليوم عندنا مبادرة. السيد رئيس البرزاني قال أتأمل أن تؤدي إلى الخروج من هذا المأزق. ليش ما نتكلم إيجابي؟ أنا أعتقد الأطراف الثلاثة اللي أعلنوا أنه هم يمكن أن يشكلوا الحكومة الأكثرية واللي شاركوا في انتخاب مجلس النواب يحتاجون أن يدرسون هذه المبادرة، وهو ما حدث في الحنانة. هذه المبادرة موجهة لطرفين، يعني ما محمولة بس للصدر، لأن الخلاف هو بين الصدر والإطار. لذلك انتظروا يا أخوان، هذه لازم المبادرة توصل إلى الإطار أيضا. لازم يقعدون ويا الإطار، وبعدين رح يصير محاولة لأنه نعرف رأي الإطار شنو بالمبادرة اللي ما حد يعرف محتواها، كلها اجتهادات. وشنو رأي الصدر واللي يعرف مسعود البرزاني. مسعود البرزاني هو عراب التعايش مع بعض، عراب طيب. أنه يمكن أن نختلف ولكن أن نجد طريقة لنتعامل مع البعض، ربما نلتقي في نصف الطريق حتى لا يشعر أحد غالب ومغلوب. المبادرة بدأت، لا زالت، يعني إحنا كلنا لازم نفرح، كلنا لازم نستبشر بالخير. طيب اليوم اللي أسمع بالعكس أنه مبادرة ميتة، ويحملون ما كتبه حلبوسي قبل الاجتماع وما كتبه الصدر بعد الاجتماع تحميل أكثر. يعني الآراء لا تفسد يا سيد برواري، الآراء لا تفسد، وعلينا أوكي. يعني أن نسمع هذه الآراء ونتفاعل معها. ليس بالضرورة الرأي يتفق معي أو معك، قد يختلف. أنا أشكرك.